الله عليه وسلم للإمام الترمذي، وقد وقف بنا الحديث عند باب ما جاء في صفة عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حاء، وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. والحديث صحيح. وقال الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. والحديث أيضا صحيح. وقال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يعني على المنبر وعليه عمامة سوداء. وهذا الحديث أيضا صحيح. هذه كلها أحاديث وردت من أكثر من طريق عن أكثر من صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة السوداء قصدا وشعارا له كما يفعل بعض الجهلة اليوم. يعني هو لبسها، يعني لم يقصد أن يلبس العمامة السوداء لذاتها، إنما موافقة، يعني لم تكن شعاره أن يلبس العمامة السوداء. ولبس العمامة يعني كما قلنا من قبل كهيئة اللبس، يعني كان العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتعممون بالعمائم ويلبسون العمائم، فهذا الذي كان سائد في وقتهم، يعني كان العرف في هذا الوقت أن يلبسون العمائم. فالإنسان يلبس ما جرى عليه عرف الناس في المكان الذي هو فيه، ولا يخالف عرفهم كما سبق بنا الحديث من قبل. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى ابن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم، يعني لف العمامة على رأسه، سدل عمامته بين كتفيه، يعني أرخى طرفها بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبيد الله: ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. يعني كان هذا أيضا من هدي الصحابة أن يلبسون العمائم ويسدلون أطرافها بين الكتفين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح، صحيح لغيره كما قال المعلق. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الوسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة، يعني عمامة دسماء، الدسماء يعني السوداء، وقيل أنها ملطخة بالدهن، يعني بدهن شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنها اسودت من العرق، يعني كانت مدسخة. هذه هي الدسماء، وهذا يدلنا على حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس أي شيء عنده ولم يكن يتكلف في اللباس، أي شيء موجود كان يلبسه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال هذا الباب باب جديد، باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد، حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم
قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة. أنه قال أخرجت لنا أو أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا. الكساء هو الثوب المعروف، كساء هو الثوب المعروف، لكن المراد به هنا هو الإزار. يعني أخرجت إزارا ملبدا، يعني مرقعا، وإزارا غليظا أي خشنا. فقالت قبض رسول الله أو قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. وهذا يدلنا على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تكلفه في اللباس. فكان اللباس الذي قبض فيه كان كساء ملبدا يعني مرقعا، وإزارا غليظا خشنا. والحديث صحيح. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم أنه قال سمعت عمتي تحدث عن عمها رضي الله عنه. دي الغاز دي ولا ايه؟ طيب عمتي اللي هي اسمها رهم، وعمها عبيد بن خالد، أنه قال بين أنا أمشي، يعني بينما أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك. طبعا هذا صحابي، ارفع إزارك يعني عن الأرض، فإنه أتقى وأبقى، فإنه أتقى يعني أقرب للتقوى، وأبقى يعني أبقى أن يتسخ، وعندما يتجرجر الإزار في الأرض أو الثوب في الأرض يؤدي إلى أن يتهتك ويتمزق. فيقول فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء يعني فيها خطوط بيضاء وسوداء، وأراد أنها من ثياب عامة الناس لا خيلاء فيها. يعني يا رسول الله بردة عادية يعني فيش فيها، أنا مش لابسها خيلاء ولا حاجة. قال أما لك في أسوة؟ فقال فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا سويد بن نصر أنه قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه، يعني سلمة بن الأكوع، أنه قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه. كان الإزار إزار عثمان رضي الله عنه إلى نصف الساق. والحديث هنا قال المعلق أنه ضعيف، إسناده ضعيف، لكن قال شيخنا يعني الألباني رحمه الله تعالى لكن المرفوع منه له شواهد كثيرة بعضها في المشكاة. والصحيح قال وهكذا كانت إزرة صاحبي، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صح عن عثمان رضي الله عنه، قال هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، أخذ بعضلة ساقه أي النبي صلى الله عليه وسلم أو ساق حذيفة رضي الله عنه، فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. واضح؟ أظن الأمر واضح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ بالأعلى نصف الساق، عضلة الساق بنسميها احنا السمانة. قال له هذه إلى هنا يكون
أزرة الأزرة إن هي يكون المؤمن يتزر كما ورد في بعض الأحاديث أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كما سمعنا. فقال له هذا الموضع، فإن أبيت فأسفل، انزل تحت شوية مش مشكلة، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، يعني لا حق للوصول إلى الكعبين، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن لم يكن على سبيل الخيلاء، الخيلاء محرم قطعا، لكن وصول الإزار إلى الكعبين هذا فيه نهي حمله بعض أهل العلم على الكراهة، وبعضهم حملوه على الحرمة المطلقة، حتى إن لم يكن على سبيل الخيلاء. نقف عند باب ما جاء في صفة مشيه صلى الله عليه وآله وسلم، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.